في 24 ساعة رصد بس أظهر لنا تلسكوب إقليدس صور قوية ومبهرة، رجعتنا للأيام الأولى لصور تلسكوب جيمس ويب في أول صور يظهرها لنا في سنة 2022. خمس صور واسعة المجال بشكل مبهر وغير متوقع لتلسكوب إقليدس أبهرت العلماء الأيام اللي فاتت. إيه الجديد في صور إقليدس اللي هتساعد العلماء في الكشف عن أسرار الغراء الكوني العجيب؟ المادة المظلمة، المادة المسؤولة عن ترابط المجرات والعناقيد العملاقة في الكون. إيه الهالة العجيبة اللي رصدها تلسكوب إقليدس؟ وإزاي هيساعدنا التلسكوب ده في رصد آثار الطاقة المظلمة في الكون؟ من خلال رصد البريونات الصوتية، موسيقى الكون الصامتة، المناطق اللي اتجمدت بعد فترة من لحظة الانفجار العظيم، وهي المسؤولة عن تكوين الهياكل الكونية العملاقة فائقة الضخامة. اهلا بيكم. اصدرت مهمة إقليدس اللي بتقودها وكالة الفضاء الاوروبية بالشراكة مع وكالة ناسا الامريكية خمس صور وعشر دراسات خاصة بالصور، تقريبا 513 صفحة علمية وعشر صور تم اظهار خمسة منهم. اظهرت الصور دي قوة التلسكوب وقدراته غير عادية وانه فاق كل التوقعات واصبح بينافس تلسكوب جيمس ويب في الجانب العلمي. التلسكوب اللي كان الهدف من اطلاقه هو دراسة وحل لغزين من اهم الالغاز الفلكية، المادة المظلمة والطاقة المظلمة. الصور الجديدة اللي بتشمل مناطق واسعة من الكون، من صور لمناطق تشكل النجوم في مجرتنا درب التبانة للعناقيد المجرية اللي بتحتوي على مئات والاف المجرات. تعالوا نتعرف مع بعض النهاردة للاسرار الخطيرة اللي كشفت عنها صور تلسكوب إقليدس. بس ياريت بقى ما تنساش الدعم بالضغط على زر الإعجاب ويلا بينا نبدأ رحلتنا النهاردة. الكنز الكوني الدفين اللي أظهرته صور إقليدس الجديدة كانت عبارة عن رصد استمر 24 ساعة فقط، سرعة عالية في الرصد لمساحات كبيرة من الكون. إقليدس تلسكوب غير عادي، عنده أداتين، جهاز تصوير للضوء المرئي VIS بدقة 609 ميجا بكسل وكاميرا حساسة تقدر تلتقط الصور في مستويات بهتة جدا وقادرة على تصوير نص درجة مربعة من سماء الليل في لقطة واحدة، تقريبا مساحة القمر ليلة البدر مرتين ونص. الأداة الثانية هي الأداة NISP للأشعة تحت الحمراء، وهي أوسع كاميرا بتصور في مجال رؤية واسع تم رفعها للفضاء. أصل تلسكوب إقليدس قاعد في نفس المنطقة اللي فيها تلسكوب جيمس ويب، نقطة لاجرانج 2. الأداتين دول بينتجوا صور عميقة وواسعة المجال أسرع بمئات المرات من التلسكوبات التانية، غير طبعا تلسكوب جيمس ويب. صور أقوى أربع مرات وضوحا من تلسكوباتنا الأرضية العملاقة اللي في نفس مجال تلسكوب إقليدس. الصور الأخيرة بتظهر مجموعة من المجرات المتلألئة وسحب الغاز والغبار، واحدة من أكبر المجرات المعروفة في علم الفلك في صورة هي الأقوى على الإطلاق. تعالوا نشوف الصور ونستعرضها سريعا مع بعض. بتظهر الصورة دي أكتر من 50,000 مجرة قابل 2390 عنقود مجري بيبعد عننا 2.7 مليار سنة ضوئية. بتظهر في منتصف الصورة بعض المجرات اللي بتقع تحت تأثير عدسة الجاذبية القوية اللي ممكن يكتشفها تلسكوب إقليدس ويستأثرها. عدسة الجاذبية القوية اللي تنبأ بها أينشتاين بتمارس المادة الموجودة في التجمعات المجرية دي قوة بتحني نسيج الزمكان. بتظهر المجرات البعيدة منحنية أو على شكل أقواس، أو حتى بتظهر في نفس الصورة مرتين في مكانين مختلفين، ده لو كانت الصورة أو كانت عدسة الجاذبية قوية جدا. العلماء مهتمين جدا بتأثيرات الطاقة المظلمة والمادة المظلمة على شكل التجمعات الكونية الكبيرة زي العناقيد المجرية اللي كتلتها تفوق 10 تريليون مرة ضعف كتلة الشمس. في كمان ظاهرة عدسة الجاذبية القوية اللي اتكلمنا عنها هنا في القناة لما ناقشنا موضوع تلسكوب إقليدس السنة اللي فاتت، وموجودة الحلقة في صندوق الوصف. عدسة الجاذبية الضعيفة دي بتمارس قوة ضعيفة جدا، لكنها على المسافات الكونية الكبيرة بتظهر وبقوة. ده هيستلزم بيانات كبيرة من تلسكوب إقليدس، إنما برمجيات وخوارزميات تحلل حاسوبيا بشكل مفصل علشان نكتشف من خلالها وجود كتل المادة المظلمة اللي مش هنشوفها لكن هنشوف تأثيراتها. طبعا رصد مجرة وحيدة مش هيخلينا نقدر نرصد الظاهرة دي، محتاجين نرصدها على المسافات الكبيرة ودي مهمة تلسكوب إقليدس. كمان هتلاقي في الصور دي نجوم فردية مطرودة من مجرتها وموجودة في الفضاء البين مجري، فوانيس كونية وحيدة
بتشكل نوع من السحابة اللي بتحيط بالعنقود المجري بأكمله، واللي ممكن برضو تساعد في الكشف عن المادة المظلمة. إقليدس على عكس تلسكوب جيمس ويب ليه مجال رؤية واسع، ولذلك ظهرت كل التفاصيل دي في لقطة واحدة بس. الصورة الأكثر روعة هي صورة سديم ميسييه 78 اللي بتخترق عيون تلسكوب إقليدس حجب الغاز والغبار الكثيفة في مجمع السحابة الجزيئية الواسع ده، واللي بيقع على بعد 1300 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة أورايون، علشان تظهر لنا النجوم الشابة الساخنة واللي متحوطة من الغاز من كل ناحية، وكأنها خيوط كونية عملاقة داكنة بين النجوم حجمها مئات المرات ضعف حجم مجموعتنا الشمسية. في الكفن الكوني العجيب ده رصد تلسكوب إقليدس بعدساته القوية اللي بتعمل في نطاق الأشعة تحت الحمراء، رصد 300 ألف جرم سماوي من مجرات ونجوم. الأعجب من كده إن العلماء هيكونوا قادرين على دراسة الأجسام الصغيرة جدا اللي موجودة داخل السريب، زي الأقزام البنية والكواكب اللي حجمها بيزيد شوية قليلة عن حجم كوكب المشتري العملاق اللي موجود في مجموعتنا الشمسية. هيكشف القياس الجديد الغير عادي عن العدد الكامل للأجسام دي المستخبية في سحب الغاز العجيبة، وبيخطط فريق إقليدس لقياس نسبة النجوم الكبيرة الواضحة في الصورة مع نسبة الأجسام دون النجمية زي الأقزام البنية والكواكب المارقة الشبيهة بكوكب المشتري. وكنا اتكلمنا قبل كده عن الكواكب المارقة، وهي بالمناسبة كواكب لا تتبع أي نجم زي كواكب مجموعتنا الشمسية اللي بتدور حوالين الشمس. كواكب مارقة سرحة في السماء كده وفي الفضاء بين النجوم، وطبعا ممكن تشوف الحلقة ديت اللي احنا اتكلمنا فيها على الموضوع ده قبل كده في الايلو فوق أو في صندوق الوصف. مجموعة دورادو هي مجموعة من المجرات اللي بتقع على بعد 62 مليون سنة ضوئية من كوكبنا الأرض. بتعتبر صورة مجموعة دورادو لقطة لهيكل كوني متوسط الحجم بيظهر الاندماجات والتصادمات بين المجرات. بتخوض هذه المجرات رقصة معقدة قبل النهاية الحتمية بالاصطدام الكبير والاندماج لتكوين هياكل اكبر. وفي نفس الصورة وحوالين الاصطدام المجري بتظهر مجموعة من الاف النجوم. بيقول تيمور سيفالا من مارسارد ستراسبورغ بفرنسا ان العناقيد الكروية دي من المجرات، هي جزء من مجموعة دورادو اللي اتولدت وتشكلت من اكتر من 10 مليار سنة، وبالرغم من العمر الكبير نسبيا ليها الا انها تعد مجموعة شاب لانها ما زالت بتنتج كتير من النجوم. وده شيء عجيب فعلا إن صورة بينتجها تلسكوب تظهر فيها العناقيد المجرية العملاقة جنبا إلى جنب مع النجوم والأجرام الكونية الصغيرة نسبيا. في الصورة الرابعة دي عبارة عن دوامة تخص مجرة NGC 6744 على بعد 30 مليون سنة ضوئية في كوكبة بافو الجنوبية، ضمن المجموعة المحلية للمجرات اللي بتضم 20 مجرة كبيرة متماسكة، ومن ضمنهم المجرة بتاعتنا مجرة درب التبانة، واللي بتظهر المناطق الرئيسية لتكوين النجوم. طبعا تشكل النجوم هو الطريقة الرئيسية اللي بتنمو بيها المجرات. بتظهر الصورة دي أزرع المجرة الحلزونية بل وحاجات أدق ما ظهرتش قبل كده في الصور السابقة، زي الممرات الدقيقة للغبار بين الأزرع اللي حضرتك شايفها، لدرجة إن دقة صور تلسكوب إقليدس المجرة بتخلي العلماء عندهم القدرة على عد النجوم الفردية بل والكشف عن توزيعات الغبار في المنطقة. فريق العمل الخاص بتلسكوب إقليدس هيعمل خرائط شاملة للمجموعات النجمية بما فيها النجوم حديثة الولادة والعناقيد النجمية اللي بتحتوي على نجوم مسنة، وده هيسهم بشكل كبير بفهم فيزياء تكون الهياكل الكبيرة في الكون. صورة مذهلة أخرى من إقليدس بالرغم من أن الصورة واسعة المجال ولمجرة كاملة كمان، إلا أنها أظهرت التفاصيل الدقيقة الخاصة بالمجرة، ومن ضمنها برضو النجوم الفردية الهاربة على أطراف المجرة زي ما حضرتك شايفها كده في الصورة. الحاجة الأعجب من كل ده هو اكتشاف إقليدس لمجرة قزمة في مقدمة الصورة ظهر في الأسفل زي ما حضرتك شايفها لأول مرة بيتم رصدها. أحد الأهداف العلمية الرئيسية لتلسكوب إقليدس هو البحث عن المادة المظلمة، علشان كده العنقود المجري إبل 2764 اللي بيقع في برج الحوت على بعد مليار سنة ضوئية مننا
بيعتبر هدف رئيسي. على يمين الصورة من فوق زي ما حضرتك شايف حزمة كبيرة من المجرات اللي مرتبطة ببعضها بخيوط الجاذبية، مئات المجرات اللي متحوطة بهالة المادة المظلمة الغراء الكوني العجيب. لكن في الصورة برضو مجموعات تانية من المجرات بس أبعد من العنقود المجري إبل 2764. بيقول الحكيم عتيق من معهد الفيزياء الفلكية بباريس في فرنسا إن المناطق الكثيفة في الفضاء هي المكان المثالي اللي نقدر نستكشف فيه آثار المادة المظلمة. هذه الحقول الفارغة بتمثل عنصر جاذبوي مهم للحفاظ على تماسك العناقيد المجرية. لقطة وحيدة من تلسكوب إقليدس بتحتوي على 250 ألف مجرة وأجرام سماوية تانية أصغر. أنت متخيل الأرقام دي؟ ده تلسكوب إقليدس هيرسم خريطة لتلت السماء ضعف الصورة دي 30 ألف مرة خلال الست سنين اللي جاية. طبعا أنا عارف إن حضرتك بتسأل على نجمة ضخمة مقارنة بالأجسام اللي وراها شايفها حضرتك في الصورة. جانيت تشارلز كويلاندر عالم الفلك الفرنسي اللي بيشتغل ضمن فريق تلسكوب إقليدس اعترف في مقابلة صحفية إن ظهور النجم الساطع ده في مقدمة الصورة كانت نتيجة خطأ في توجيه التلسكوب. ده نجم ساطع داخل مجرتنا درب التبانة اللي اسمه هيظهر قدامك دلوقتي، وده بيوضح قد ايه تلسكوب إقليدس جبار وقوي جدا وحاد كمان في الصور بتاعته. المفروض النجمة دي تشتت الضوء اللي وراها وتعمل هالة ضوئية حواليها وبالتالي تحجب الأجرام اللي وراها وما نشوفش المجرات البعيدة اللي في الخلفية دي، وده بيمثل فعلا رؤية إقليدس الحادة للكون. أخطأوا في توجيه التلسكوب لكن التلسكوب بقدراته الكبيرة أنصفهم وأنقذهم. العلماء بيعتقدوا ان المادة المظلمة والطاقة المظلمة بيمثلوا تقريبا 95% من حجم الكون، وبالرغم من كده فهم مش بيتفاعلوا مع الضوء وما نقدرش نشوفهم او نرصدهم، وبدل من كده العلماء بيبحثوا عنهم من خلال الطريقة اللي بيتفاعلوا بيها مع مكونات الكون المرئي من حوالينا. نقدر نكتشف المادة المظلمة من خلال رصد تأثيرات تشوه الجاذبية على المجرات، ونقدر نراقب الطاقة المظلمة في قياس التوسع الكوني ومدى التسارع فيه. تلسكوب إقليدس هيساعد العلماء في اكتشاف الأدلة على وجود المادة المظلمة المشوهة لنسيج الزمكان من خلال عمل خريطتين، واحدة لعدسة الجاذبية للمجرات والتانية لموجات الصدمة في الكون، البريونات الصوتية، الموسيقى الكونية الصامتة، التذبذبات اللي حصلت في الكون بعد لحظة الانفجار العظيم واللي ممكن تدلنا على الطاقة المظلمة. وإن شاء الله تابع معنا حلقة قريبة عن البريونات الصوتية بناء على طلب المتابعين. بحلول عام 2030 حيكون تلسكوب إقليدس رسم خريطة لما يقارب من تلت سماء الليل، وكمان من خلال مجال عدسات واسعة مختلفة كتير عن صور جيمس ويب وتلسكوب هابل واللي هم يعتبروا مصممين أساساً لصور أضيق وتفاصيل أكبر في المناطق الصغيرة اللي بيرصدوها. علماء تلسكوب إقليدس هيرسموا خريطة كمان لوجود المادة المظلمة بدقة أكبر من الخرائط اللي اتعملت قبل كده، ومن خلال الخريطة الجديدة للمادة المظلمة هنقدر نرصد تغير قوة الطاقة المظلمة مع مرور الزمن. الفريق الجديد الخاص بتلسكوب نانسي جريس رومان الفضائي التابع لناسا اللي هينطلق قريب للفضاء ويكون خليفة العملاق جيمس ويب بل هيتخطاه كمان بإمكانيات أكبر. هيستخدم فريق تلسكوب رومان نتائج تلسكوب إقليدس وبخاصة في مجال البحث عن آثار الطاقة المظلمة في الكون. وبالرغم من أن المهمة الأساسية لتلسكوب إقليدس كانت في البحث عن المادة المظلمة والطاقة المظلمة، إلا أن في مهمات تانية سنوية أبدع فيها الصراحة تلسكوب إقليدس زي رصد الأجسام الخافتة زي الكواكب المارقة وملاحظة التغيرات اللي بتحصل في سطوع النجوم، بس مش على مستوى النجوم الفردية إنما على مستوى المجموعات والعناقيد النجمية. البيانات والصور دي هي البداية، وهتظهر كميات أكبر من الصور والبيانات إن شاء الله السنة اللي جاية 2025. تلسكوب إقليدس مش زي تلسكوب جيمس ويب اللي كل شوية بيطلع لينا صور، تلسكوب إقليدس مخصصة بياناته فقط لمجموعة من العلماء المتخصصين، عكس تلسكوب جيمس ويب اللي بينشر بياناته أول بأول وبيطلع عليها هواة الفلك وبيصدروا لينا صور جميلة ورائعة منه. وده علشان صديق القناة العزيز كان بيسأل عن أخباره، حبينا نلبي طلبه بعمل الحلقة دي، بس ما وعدكش بحلقة جديدة تاني السنة دي. جمال تلسكوب إقليدس هو أنه بيغطي مناطق واسعة من السماء بتفاصيل كبيرة، وممكن يلتقط صورة واسعة من الأجرام الفلكية المختلفة في صورة واحدة، من الأجرام البهتة إلى الأجسام السطعة، ومن المجرات البعيدة للنجوم القريبة، ومن أضخم الأجسام في الكون زي العناقيد المجرية الكبيرة
إلى أدق الأجسام من الكواكب المارقة الهاربة. قبل تلسكوب إقليدس كان العلماء بيستخدموا عدد كبير من الصور الخاصة بالعناقيد المجرية ويلزقوها ببعض كده زي البازل، لكن إقليدس غير ده دلوقتي وأصبح عندنا صور واسعة المجال لمناطق كبيرة وعريضة وبتفاصيل غير متوقعة. بالرغم من كل ده يا صديقي العزيز الشغوف بالعلم المحب للمعرفة، المفاجأة الكبيرة اللي بقولها لك دلوقتي وهتتسحل حرفيا ان تلسكوب إقليدس لسه ما بدأش المسح الرئيسي بتاعه اللي هيغطي حوالي 15,000 درجة مربعة من سماء الليل، ومسح عميق تفصيلي آخر هيغطي 50 درجة مربعة. أول إصدار سريع كمان هيكون في مارس القادم 2025، وهيصدر بيان أوسع من كل ده في يونيو 2026. ومن المخطط أن يصدر عن تلسكوب إقليدس بعد سنة 2026 ثلاث إصدارات تانية قبل نهاية خدمته في 2030. مشروع ضخم بيضم أكثر من 2600 عضو وأكثر من 1000 باحث من 300 مختبر ومركز علمي في 15 دولة أوروبية بالإضافة لكندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان. ولذلك النتائج دي والصور اللي عرضناها النهاردة ما هي إلا قمة جبل التلج، وقريب إن شاء الله هيكشف لنا إقليدس تفاصيل غير معروفة عن الطاقة المظلمة الخفية، ويبين لنا إزاي المجرات اتكونت عبر كل العصور الكونية. وبس كده، أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وأقل شيء لو عجبتك الحلقة تنزل حالا دلوقتي تدعمنا بالضغط على زر الإعجاب اللي بيخلينا نستمر ويخلينا متواصلين معاكم. ولو حابب تدعم فريق قناة إنفوسفير فزرار القلب موجود أسفل الفيديو وأكيد هنقول لك شكرا. وعلى وعد إن شاء الله بلقاء جديد في إنفوسفير ولف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد فهم سليم، سلام عليكم. Thank you.